يعني لم يلتزم بهذا الاتفاق، هل صحيح فعلا؟ أنا لا أعتقد أن المؤتمر لم يلتزم، أعتقد أن أو عدم عودة علي سالم البيض إلى صنعاء هي التي خلقت الإشكالية. لو عاد إلى صنعاء بعد التوقيع واجتمعت القيادات السياسية من المؤتمر ومن الاشتراكي ومن الإصلاح في ذلك الوقت وبدأوا في الوضع الآلية التنفيذية لما اتفق عليه، لأنه أنت تعرف الآن في إطار المبادرة الخليجية التي كانت مجموعة من النقاط، لو لم يصر المؤتمر الشعبي العام وكانوا يعتبروه معرقل في ذلك الوقت، لو لم يصر على أن يجب أن تكون لها آلية تنفيذية لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه الآن. لكن الآلية التنفيذية جاءت لتحدد الإطار الزمني، ماذا يجب أن يتم خلال هذا الإطار الزمني، وبالتالي صرنا في طريق واضح. لا يمكن لكل واحد بعدين يفسر المبادرة الخليجية على طريقته. في مبادرة خليجية حددت مجموعة من الأهداف ومن القضايا التي يجب أن تعالج ووضعت لها آلية تنفيذية لكيف يتم ذلك. طيب بعد فيما يتعلق بوثيقة العقد والاتفاق، فكانت هناك رؤى وقدمت وحوار أيا كانت طبيعة الحوار، وخلصوا إلى وثيقة العهد والاتفاق. لنفترض أنه الطرف الآخر كان لا يريد أن ينفذها، علي عبد الله صالح أقصى الطرف الآخر وانفرد بالسلطة في مثل هذه الأيام في رمضان بعد حرب 94، التقى بالعلماء علي عبد الله صالح وقال لهم أنه هذه كان وافق عليها فقط من أجل كذا بالبلدي، من أجل أن يضحك على عقول الجنوبيين، وأنه هذه انفصال. يا أخي الانفصال هو لا يأتي في الأرض بقدر ما يأتي في النفوس، خلق الانفصال في نفوس اليمنيين، وأصبحت كل منطقة تريد أن تنفصل عن العاصمة صنعاء بسبب هذه المركزية وبسبب تخلف النخبة الحاكمة الموجودة في العاصمة صنعاء والتي لا تتيح للمبادرات الشعبية أن تنطلق وللتنمية ولكذا، كبل الدولة وجعلها كلها مكبلة. بدأ واضحا أن الثقة قد انهارت تماما بين حزبي السلطة، وعلى وجه الخصوص بين الرئيس ونائبه، وأنه لا مجال للتعايش بينهما في ظل التركيبة القائمة للسلطة والدولة. وبدأت بعض التداعيات العسكرية تفرض نفسها، وتطور الأمر إلى الانفجار والحرب، بدءا من انفجار في حرف سفيان دمر على إثره اللواء الخامس في يناير 1994 للميلاد، ثم تلا ذلك تداعيات في أبين في فبراير 1994 يوم توقيع الوثيقة في عمان. استمرت التوترات على الأرض وأخذت تفرض نفسها بشكل أو بآخر، لتنتهي بحرب دامية عرفت بحرب صيف 94، وهي الحرب التي ما زال جدلا كبيرا يدور حول من بدأها وعمن استعد لها وقادها. حزب الاشتراكي هو من بدأ الحرب، وعلي سالم من بدأ الحرب، وأنا عندي حقائق دامغة تؤكد هذا. الحزب الاشتراكي عندما حصل الخلاف بينه وبين المؤتمر الشعبي بعد عام في ظل الأزمة السياسية، بعد كما قلت لك 3 أشهر شهر عسل، ثم اعتكف البيض في صنعاء مدة شهر، ثم تفاهم مع علي عبد الله صالح وعادت الأمور إلى مجاريها، ثم بعد فترة سنة ونص اعتكف في المكلا لمدة شهرين، ثم عادت المياه إلى مجاريها بين الرجلين وبين المؤتمر الشعبي والحزب الاشتراكي، ثم تفجر الخلاف من جديد. وأنا لا أبرر علي عبد الله صالح أن له الدور الأكبر فيما حدث من خلاف داخل دولة الوحدة، لكنني لا أبرأ الطرف الآخر وخاصة الجناح الانفصالي داخل الحزب الاشتراكي الذي لم يوافق على الوحدة منذ عام 90، ولكنه اضطر لمسايرة غالبية أعضاء الحزب الاشتراكي في المكتب السياسي واللجنة المركزية الذي قرروا إقامة الوحدة. تم تصويت داخل المكتب السياسي داخل اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي قبل عام 90 قبل الوحدة، وكان القرار لصالح الوحدة، لكن هؤلاء المعارضين استكانوا لفترة ثم وجدوا ضالتهم بعد أن انشبت الصراع بين الشريكين، ووجدت دول الجوار فرصتها أيضا بعد نتيجة لموقف اليمن
من حرب الخليج الذي فهم خطأ عنه يومها، يعني اجتمع مجلس الأمن بصورة عاجلة، وكان فارق التوقيت بين اليمن وأمريكا فارق تقريبا يصل إلى 12 ساعة. المندوب اليمن عبد الله الأشطل طلب رأي ماذا يصوت، يقول نعم، يقول لا، يقع مع القرار، يقع ضد القرار، لكن لم يجد من يستجب له في الداخل، كانوا فترة الليل كلهم راقدين. فيبدو أنه جاء من قال له من صنعاء، يعني لا تقول لا ولا تقول نعم، ولكن امتنع عن التصويت. ودول الخليج اعتبرت هذا الامتناع عن التصويت تأييدا للعراق، تصويت تأييدا للعراق، وبنت موقف معادي لليمن. فبدأت القوى هذا الخارجي مثلا في دول الخليج تدعم الجناح المناوئ للوحدة، نكاية في علي عبد الله الصالح وفي موقف اليمن من حرب الخليج. أنا ضد من يقول أن الحرب بين الشمال والجنوب، ولهذا أرجو منكم أنتم الإعلاميين أن تركزوا على أن الحرب هي حرب وطنية. لماذا هي وطنية؟ لأن الكل حارب على أساس الحفاظ على الوحدة. أنا عندما أنا يعني كمواطن، يعني كمواطن واحد أحد القادة العسكريين الجنوبيين وهم من المشاركين في الدفاع عن الوحدة، قال كان أكبر ما خدمنا ونحن نقاتل من أجل الحفاظ على الوحدة هو إعلان الأخ علي سالم البيض الانفصال. قلت لها كيف؟ قال كلما كان لدي الأخوان في المعسكرات الذي كانت تنتمي إلى الحزب الاشتراكي تركوا السلاح، لأنه تعبية أصلاً ابن الجنوب والجندي والضابط والطالب والمواطن في المحافظة الجنوبية كان كله تعبية من أجل الوحدة. قال فعندما شعروا بالانفصال تركوا السلاح ولم يحارب. فأقول أنا هي كلها قضايا شخصية، يعني ما كان ينبغي أن يوصلوا إلى هذا الحد، لا علي عبد الله صالح ولا علي سالم البيض. أوجدت الحرب واقعا مؤلما وقاسيا اشترك في إيجاده كثيرا من الأطراف السياسية التي تحالفت أو ساندت هذا الطرف أو ذاك. أوجدت الحرب واقعا مؤلما وقاسيا بكل المقاييس اشترك في إيجاده كثير من الأطراف التي تحالفت أو ساندت هذا الطرف أو ذاك. تعددت الأطراف وتعددت التحالفات لتأخذ المعارك في الميدان مجراها على الصعيد السياسي والعسكري، وتدور تفاصيل كثيرة حول هذه المحطة التي ما تزال نتائجها قائمة حتى اليوم، وما تزال آثارها تلعب دورا كبيرا في التحكم بالمشهد السياسي بشكل عام. وللقصة بقية.